مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل يوتيوب. حنتكلم بفيديو اليوم عن آخر أخبار اليوتيوبرز العرب، وعشان هيك كملوا الفيديو للآخر. مار بتنشر على ستوري على الانستغرام تجمعها بفريقها السابق فريق نور مار، وبتنزل صورة بتدعم فيها نور مار ليوصل 900,000 متابع على الانستغرام. فهل يا ترى حترجع مع الفريق ولا لا؟ وقمر بتوصل 1.5 مليون متابع على الانستغرام، اما على اليوتيوب فزادت 300,000 مشترك باقل من اسبوع. غيث مروان بينزل فيديو على اليوتيوب بعنوان ان سرقنا في الشارع، وهيك بيكون اتجاهل احمد ابو الرب وما رد عليه والمشكلة انتهت. اما انس الشايبي بيستعد لمباراة البوكس وعم بيجهز حاله لحتى يفوز بالمركز الاول. الف خير، انا كثير اسفه اني ما عيبت عليكم. لا لا خلص، بس علي وشنا فاكل عام وانتم بالف خير. عن جد بيتدرب برجل واحده انا ساكن. فكل عام وانتم بالف الف خير يا رب، ان شاء الله هذا العيد يكون احلى عيد في حياتكم. صراحة هذه الأول. نوري ستارز بتنشر صورة مع والدتها وبتعلن عن جائزة بمبلغ 500 دولار لأحلى ميمز وتصميم بيعملوا لتعبير وجهها. أما نور مار بيلتقي بيارا عزيز في دبي، والواضح إنهم رح يصيروا يصوروا مع بعض وأشياء خرافية. ماشي، وأنا سألتني يوم دخل راسي بالخيط، سأل يوم سرعة ما يخلص دوري. أوكي، في واحد أطرش وأعمى، بأي لغة بيفكر؟ يعني أطرش وأعمى، يعني ما بسمع ولا بشوف، فإيش ممكن لغة يحكي يعني؟ أوكي؟ يفكر فيها؟ أما مشكلة ياسو ومصطفى رايدر، بدت هالمشكلة بإنهم حكوا عن بعض بلايفات، لكن ياسو طلعت ووضحت بالستوريات إنه هما من الأول كان بيناتهم مشاكل وصار كل حد بطريقه. فرايدر رد عليها بدس، نزلوا على اليوتيوب بعاتب في ياسو وكشف علاقة الحب اللي أنكرتها ياسو، وأعلن عن حبيبها السابق وسام تيكت. هذا ملخص كل الدس. وبعد هيك ما بعرف ليش أنت قاعد يعني تعجم بهذا الموضوع، أصلاً كلنا بنعرف من فترة نزل فيديو على قناتك وحكينا انه نحن ما عم نصور مع بعض لانه في بيننا مشاكل. وبعد هيك نزل رايدر ستوريات على الانستغرام ماسك فيها زبالة وعم يرميها في سلة الزبالة وكاتب رجعت لمكانها. ما بنعرف شو بيقصد بهالحكي. ورجعت ياسو لوسام تيكت وحيصيروا يصوروا مع بعض، واكيد بيسان تيكت انفصلت عن وسام تيكت، ووسام بيحذف الفيديوهات والصور اللي بتجمعه مع بيسان تدريجيا. اما حسين الصباغ فبتهم يارا انها عم بتكذب بموت ابوها، وانه قمر فقط اللي ابوها متوفي، مثل ما حكى نورمار بفيديو زمان انه فقط قمر اللي ابوها متوفي. فبترد يارا بستوريات وملخص حكته بالفيديوهات بكفي حكي فاضي، الواحد مريض وتعبان ومو ناقص حاله. نارين بيوتي بتنزل فيديو على اليوتيوب بعنوان اتحديت عيلتي على الفلوس وتضاربوا، وأنس وأصالة نزلوا فيديو بعنوان اتخانقوا بسبب العيدي. أما عائلة مشيع فغيرت عنوان المحتوى المتداول على اليوتيوب ونزلوا فيديو بعنوان تحدي الكبير ضد المتوسط ضد الصغير. وعائلة توني وكريس بنزلوا فيديو بعنوان خطفنا خروف العيد من سيامان دوشهد وهرب منا. أما عائلة سيامان دوشهد فنزلوا فيديو فجأة شاهدوا ميرا بخروف العيد اللي سرقوه منه. احكوا لي انتوا بالتعليقات شو رايكم باللي بيصير، وهل حتنحل هالمشاكل والدراما ولا لا. انا الفيديو لهذا اليوم بنتمنى يكون قد نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.